الخبر التالي في الغرفة: خلاف روسي أمريكي على ساحة جديدة، وتباعد تزداد رقعته هذه المرة على الصعيد النووي. فبعد تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من أن موسكو قد تفكر في إلغاء التصديق على المعاهدة الدولية التي تحظر التجارب النووية ردا على عدم مصادقة الولايات المتحدة عليها حتى الآن، قال رئيس البرلمان الروسي إن المشرعين الروس سيدرسون إلغاء التصديق على المعاهدة. تطور يزيد مخاوف واسعة النطاق من أن روسيا قد تتحرك لاستئناف التجارب النووية لمحاولة ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة بعد حديث داخل روسيا عن ضرورة استئناف تلك التجارب والاختبارات. فأي تهديد يمثله التلويح الروسي هذا؟ وهل يشي التطور بسباق نووي يخرج عن السيطرة؟ أسئلة أخرى أوجهها إلى ضيفي من موسكو، عضو مجلس الدوما السابق ومدير معهد الدراسات السياسية سيرجي ماركوف. سيد سيرجي، أهلا بكم معنا. ما مدى جدية الخروج من معاهدة حظر التجارب النووية؟ نعم، هذه تهديدات من روسيا جادة بالفعل، وكان هناك بعض الساسة الروس الذين تحدثوا عن أن روسيا يمكنها أن تستخدم بعض الأسلحة النووية التكتيكية لتحقيق بعض الأهداف. كان ذلك قد وقع قبل سنة وكان اعتبر دعائيا، أما الآن فالأمر ورد من بوتين، وفي الوقت الحالي هذه النقاشات تأخذ طبعا جديا حقيقيا. وكان هناك مشاركة لي مع عدد من النظراء، وكان هناك منتدى عسكري في وزارة الدفاع الروسية، وكان أحد رؤساء الجلسة قد استدعى سيرجي كارافانا، وسيرجي كارافانا معروف بخبرته النووية، وهو الذي اقترح أن على روسيا أن تمضي قدما في التصعيد النووي، وروسيا يمكنها أن تبدأ النقاش حول مسألة استخدام الأسلحة النووية ضد القوات الأمريكية الموجودة في بولندا. نعم، ولكن سيد سيرجي، عذرني على المقاطعة، هذه الدراسة، دراسة الانسحاب من المعاهدة، هل ستأخذ وقتا طويلا؟ هل هذه الموضوع أو خروج روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية سيأخذ وقتا، بمعنى نحن أمام وقت طويل، أم سيكون هناك وقت سريع وسنرى روسيا بالفعل تقوم بتجربة نووية جديدة؟ الانسحاب من هذه المعاهدة سيحدث قريبا من خلال تصديق من البرلمان الروسي على هذا الأمر. قد لا يحدث بشكل فوري، لكن الأهم هو أن القادة الروس أخذوا هذا المقترح من قبل هذا الروسي حول اتخاذ خطوات في اتجاه تصعيد النووي بجدية، وهذا تطور مهم. هذا يعني أن روسيا بدأت هذه الخطوات وبدأت تعتبر أن هذه مرحلة جديدة. نعم، هذه مرحلة جديدة، بمعنى سيد سيرجي، هل سنشهد تجربة نووية روسية قريبا؟ وأين تعتقد المكان الذي تفضله روسيا لإجراء هذه التجربة؟ يمكن أن نجري اختبارات نووية في الشمال، البحر المرتبط بالقطب الشمالي، وكان هناك
بعد الاختبارات السابقة التي أجرتها الحكومة الروسية في أماكن قريبة من المنطقة القطبية. ولكن أيضا يمكن أن لا يقتصر الأمر على اختبارات نووية، وإنما خطوات أكثر من مجرد الاختبارات. على سبيل المثال، يمكن أن تجرى مناورات عسكرية من قبل الجيش الروسي تحاكي استهداف أهداف في الأراضي البولندية وكذلك في أراضي الدول المنضمة للناتو. يعني هي تحاكي، ولكن هل يمكن أن تكون هذه المناورات في أوكرانيا مثلا، أو في المناطق التي سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا؟ المشكلة تكمن في أن الشعب الأوكراني هم روس. من وجهة نظرنا 78% من الأوكرانيين هم ذو أصول روسية ويريدون أن يصبحوا مواطنين روسا، وهناك من أجبروا من قبل النظام الأوكراني الأمريكي القمعي على البقاء في أوكرانيا. وروسيا لا تريد أن تقتل الأوكرانيين الذين هم في الأصل روس، هي تفضل قتل البولنديين أو أولئك الذين يتعاونون مع القوات الأمريكية في بولندا. طيب، ولكن هذا شيء يعني خطير جدا بالنسبة للحلفاء لحلف الناتو. يعني إذا ما ضربت دولة عضو في حلف شمال الأطلسي فلحظتها سنكون أمام حرب عالمية، لأن الحلف ملزم بالدفاع عن أي دولة عضو تهاجم. فبالتالي أنا لدي سؤال آخر متعلق بالنووي لو سمحت سيد سيرجي. هل حرب أوكرانيا ستنتهي نوويا كما انتهت الحرب العالمية الثانية؟ لا نعرف. النقاشات الجارية في روسيا حول استخدام أسلحة تكتيكية نووية تهدف إلى وقف وردع أي تصعيد قد يأتي من الناتو، وخصوصا أن هذا النقاش ليس جديدا، وإنما بدأ قبل 3-4 سنوات، وخصوصا عندما زاد حجم الاضطهاد ضد سكان دونباس. ولذلك هذا يهدف إلى ردع أي تصعيد قد يأتي من الناتو، وروسيا تريد أن ترسل رسالة للناتو مفادها أنه إذا جرى تصعيد الرد سيكون حرب نووية. نعم. ونحن نعتقد أن ساسة الناتو من وزراء ورؤساء يعتقدون جازمين أن روسيا لن تستخدم الأسلحة التكتيكية النووية. صحيح سيد سيرجي، وهنا السؤال. يعني كما ذكرت روسيا كانت تلوح كثيرا باستخدام ترساناتها النووية وإجراء تجارب نووية، وحتى ميدفيديف كانت له تصريحات يعني قوية في هذا المجال، ولكن مع ذلك الغرب استمر في تقديم الأسلحة وهو مستمر في ذلك لأوكرانيا. فهل تعتقد أن الغرب سيغير استراتيجيته إذا ما رأى فعلا روسيا تقوم بتجربة نووية تحاكي الوصول إلى بولندا مثلا كما تفضلت؟ نحن نعتقد، أو على الأقل بعض الناس في روسيا يعتقدون أنه إذا استخدمت روسيا اختبارات نووية أو إذا حدث هناك تصعيد على شكل خطوات في شكل أسلحة تكتيكية نووية أو رأسية، هذا قد يفضي إلى جعل القادة الغربيين يتوقفون عن تصعيدهم العسكري في أوكرانيا. هذا سيكون نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، وإلا فإن التصعيد النووي قد يطرح بجدية. سيرجي ماركوف، أنتم عضو مجلس الدوما السابق ومدير المعهد الدراسات السياسية من موسكو، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية.